السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وكل أم طيبة بمناسبة عيد الأم. أنا النهاردة فيديو جديد إن شاء الله معاكم، هنعمل الدوناتس. ده كله معمول بكوبايتين دقيق بس، هوريكم ده الطريقة بالتفصيل والمقادير والوصفة بالتفصيل هتعملوه ازاي من غير فرن من غير أي حاجة. ده بيتقلى على النار بكوبايتين دقيق وبس. قبل اي حاجه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك والشير، في انتظار تعليقاتكم. ويلا بينا بقى نشوف الوصفه ازاي. وكده معانا المقادير بتاعت الدوناتس، مقاديرها بسيطه جدا وسهله. اول حاجه معايا نص كوبايه حليب، دي نص كوبايه حليب دافي، لبن يكون دافي شويه، وربع كوبايه زبده برضو تكون مذابه، يعني ندوبها او نسيحها في بخار ميه او في الميكرويف. يبقى كده نص كوبايه لبن، ربع كوبايه زبده، هقلبهم كويس. وبعد كده هضيف عليها سكر، معلقتين سكر، ادوبهم كويس برضو وندوبهم كويس بالطريقة دي. هضيف معلقة خميرة، ادوبها كويس برضو في الخليط. هي مقاديرها سهلة جدا وبسيطة، يعني بندوب كل الحاجات اللي هي الجافة كده. وبعدين هضيف شوية ملح، وبعدين هضيف معلقة خل. طبعا الخل بيخلي العجينة بتبقى هشة وطرية. هبتدي بقى اضيف الدقيق تدريجيا شوية شوية. احنا هنا معانا كوبايتين دقيق، طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني، يعني هي مقاديرها كوبايتين، ساعات بتقللي شوية، يعني بتحطي تدريجيا لغاية ما تحسي ان العجين ملمسها معاكي بقى كويس. هقلب فيها كده شوية وبعدين هعجنها بإيدي علشان تشرب الدقيق كويس. الشكل ده انا عجنها كويس كده بايدينا لغايه ما تحسي ان العجينه بقت طريه ومتماسكه معاكي كلها، شويه شويه بالشكل ده. طبعا هي سهله، حتى في العجن بتاعها سهله لان العجينه بتبقى طريه مش ناشفه، بس اهم حاجه تعجنيها كويس جدا. وده كده شكلها تمام بعد ما اتعجنت. هغطيها برول ستريتش علشان تخمر، هتسيبها نص ساعة كده، ساعة الا ربع، لغاية ما تحسي ان حجمها بقى ضعف، يعني حجم العجينة تضاعف. كده بقت تمام، هنسيبها لغاية ما تخمر وبعد كده نكمل شغل. كده خمرت، هرش شوية دقيق بالشكل ده.
هنخرج بقى الهواء من العجينة بالشكل ده وهنبتدي نفردها على الدقيق بالنشابة. هنفردها كويس، بس اهم حاجه رش الدقيق تحتيها بالشكل ده، هي ما تكونش سميكه قوي. ومش شرط تقطعيها بقطع الدوناتس ولا حاجه، لا ممكن اي حاجه مدوره او اي طبق مدور. فرد كده بالراحة خالص، يعني هنسيب فيها سمك بسيط. هوريكم شكله قد ايه. ممكن تقطعيها بأي قطاعة بطبق، يعني انا هقطعها بقطعة البيض، يعني اللي هي بتتعمل بيض عيون. يعني عندي قلب البيض ده اللي بيتعمل فيه البيض عيون، بيتقلى فيه البيض عادي، ده اقطع بيه دواير بالشكل ده، لان قطعة الدوناتس المشكلة ان الدايرة بتاعتها اللي في النص بتكون صغيرة جدا فمش حلوة. ممكن تقطعيها بطبق شوربة بأي طبق يكون مدور على التدويرة ديت. هنكمل باقي العجين كله على نفس الشكل. بالشكل ده هنكملها كلها كده. طبعا الميزة في الدوناتس ان ولا فرن ولا خبيز ولا اي حاجة، ده كله هيتقلى في الزيت. هناخد بقى القطعة اللي في النص دي اللي ما بين الدوائر، هنعجنها من تاني بس نعجنها كويس، وهنفردها ونقطعها برضو بنفس الطريقة. ممكن بقى بغطاء ازازة بيبسي او اي حاجة مدورة عندك، يعني انا هعمل بالقمع اللي بزين بيه التورته، اعمل دايرة صغيرة في النص. دي القطعة اللي طلعت، بعجنها كويس واسيبها تريح علشان تفرد معايا. طبعا اي عجينة عايزاها تفرد معاكي كويس سيبي اديها بس فرصة انها تريح شوية، 5 دقايق بس هتلاقيها اتفردت معاكي. ونقفل بقى عليها كده من الجناب كلها واسيبها تريح. افتح بقى الايه الدوائر اللي في النص دي بالشكل ده. طبعا ممكن ترصي كل الدوناتس اللي هتطلعيه على ورق زبدة او على ورقة براحتك، بس بتسيبيه يخمر بقى شوية. كل ما هيخمر معاكي كل ما هيديكي سمك اكتر. هكملهم بنفس الشكل. الدوائر اللي في النص دي ممكن نقليها لوحدها وممكن نعجنها تاني. ده ورق زبدة هقطعه بحيث ان احط كل قطعة على ورقة زبدة. بالشكل ده واسيبها بقى تخمر. طبعا لما تخمر سمكها هيعلى اكتر من كده بكتير. هكملهم كلهم بنفس الطريقة.
بالشكل ده. طبعا كل ما هتسيبيها كل ما تحسي انها بتعلى اكتر. وبكده ده شكل الدوناتس اللي خلصناه، هسيبه على جنب يخمر واكمل الباقي. دي القطعة فردت قطعة العجينة اللي طلعتها، هبتدي بقى اقطعها تاني ونفس الطريقة، هقطع القطعتين دول. دي ممكن طلعنا ثلاثة، وباقي العجين هاخده برضو وعجينه وافرده من تاني. مفيش حاجة بتترمى لغاية اخر قطعة، بتعمليها برضو دايرة. بالشكل ده كده برضو هضيفها على ورق واسيبها تخمر كده. على طلعت من النص برضو هعجنها وافردها بنفس الطريقة. هي طريقة سهلة جدا ومفهوش اي حاجة يعني. ودي القطعة اللي طلعت من نص العجين برضو هقليها، ممكن ترش عليها سكر، تحطي عليها شوكولاتة، يعني اي حاجة تزيني بيها، سكر وقرفة على حسب الرغبة. العجينة كلها مفيش حاجة بتترمى منها خالص. عايز تفرجيهم وتعجنيهم تاني ممكن يطلعولك معاكي قطعة دوناتس، مفيش مشكلة. وبكده دول كده تمام، كوبايتين دقيق. شايفين عملوا معانا قد ايه بقى دوناتس، وهوريكم بقى شكلهم بعد ما يتزينوا كده. خمرت، شايفين سمكها بقى عامل ازاي. كل ما هتسيبيها شوية كل ما هتحسي ان السمك بتاعها بيعلى اكتر، هي بس محتاجة وقت شوية. يعني معاملين في الاول خمر، وشايفين اللي لسه جداد رفيعين. هحط حلقة طاسة فيها زيت على النار. دي كده خمرانة بقت حلوة كده. اختبرت الزيت بنقطة عجين، لقيت ان هو سخن. هبتدي اقلي فيها كده على نار هادية شوية، بلاش تكون النار عالية علشان متحرقش من برا ويبقى ني من جوه. بالشكل ده
طبعا ما تقلبهاش بمعلقه ولا حاجه، يعني بالستيكس الخشب اللي هو بتاع الشيش طاووق او حاجه رفيعه، ما تحطيش فيها شوكه ولا حاجه تخرميها علشان ما تبقاش مقطعه معاكي. كده بنبتدي نقلب فيها شويه شويه علشان ما تتحرقش معانا. طبعا ريحه الفانيليا فيها طالعه حلوه قوي. شايفين بقى العجينة نفشت ازاي مع انها كانت رفيعة، ولسه بقى لما تتزين هتبقى حلوة قوي. طبعا كل الولاد بيحبوا الدوناتس، وانتي انك تعمليها في البيت وبتكلفة قليلة جدا مع انها بره بتكون غالية احسن بكتير. يعني انا كذا مرة اشتريها جاهزة بصراحة بتبقى ناشفة من جوه، بتبقى عاملة زي العيش، لكن دي هشة جدا من جوه وطرية حلوة قوي. جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. هنبتدي بقى نشيل اللي استوى. كده تمام، هنبتدي بقى نشيل اللي استوى منهم. ده كده شكلها النهائي بعد ما الدوناتس كلها اتقلت في الزيت. دي كده شوكولاتة بيضة سيحتها على بخار مية، يعني حاطه مية سخنة من تحت وشوية زيت في الشوكولاتة، يعني قطعة الشوكولاتة ومعاها شوية زيت عشان تطريها شوية على بخار مية سخنة. هنبتدي بقى نزين بيها الدوناتس بالشكل ده. شايفين الزيت بقى عطينا لمعة جامدة ازاي للشوكولاتة، هي شوية زيت بس عليها تدي اللمعة دي زي ما انتوا شايفين، وبعدها هتنشف خالص. بنفس الطريقة هنكملهم كلهم. ممكن طبعا الشوكولاتة البيضة نحط نقطة بس زرقاء او نقطة حمراء هتدي معانا لون احمر او بينك او ازرق زي ما انتوا حابين. هكمل تزيينهم كده، وهي طرية كده ممكن ترشي عليها رشة شوكولاتة فارماسيل علشان تلزق فيها. وهوريكم شكلها بعد التزيين هيكون ازاي. دي الشوكولاتة البيضة. بالشكل ده هنا حطيت شوية شوكولاتة بيضة مع جل أحمر عشان أزين بلون أحمر. وده الشكل النهائي بعد ما خلصتها. طبعا شكلها روعة وجميل وأشكال حلوة قوي. بتزينيها بقى انتي على ذوقك بالشوكولاتة الفارماسيل، ممكن تعملي قرطاس صغير بورق الزبدة، تعملي شرايط كده عليها، وحطيت الوان احمر ازرق على حسب ما انت عايزه بقى تشكلي لون. ممكن تكتفي بالشوكولاته البيضه والدارك بس السودا، وترشي عليها شوكولاته برضو حلوه على حسب بقى انت وذوقك بتحبي ايه، اللي مش بتحبيه عادي. وده كده كان معانا وصفه الدوناتس النهارده، يا رب تكون عجبتكم. بتكلفه قليله جدا، يعني كوبايتين دقيق ما فيهاش اي حاجه خالص، ولا فرن ولا خبيز ولا اي حاجه. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس واللايك والشير، والى اللقاء في فيديو اخر. اللايك يا جماعة مش هوصيكم بقى. الى اللقاء في فيديو اخر مع هيام صبر. كل سنة وانتم طيبين.